ومنتابع مع استضافتنا لبير عبدو رعد رئيس جمعية الناس للناس لحتى نحكي عن نشاطات هالجمعية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. نعاد عليك مع أنه شوي مأخر بس هلأ. لا مش مأخرين حقيقة، هلأ كله أعياد. كله بعد أنا اليوم الأعياد. كمان مطلوب مني بعد الظهر نعمل كمان هيك لقاء من الميلاد إلى المولد. حلو. لقاء مشترك كمان حقيقة. العالم بصيدا. العالم كله أعياد حقيقة، وكل ما نلتقي عيد. ويكون في فرح بيكون عيد. بيكون عيد. عليكم السنة مباركة. عليك يا رب. وشكرا كمان للفيوتشر ولكلكم سوا، يعني الصبايا والشباب بهالبرنامج اللي عم يوصلوا أمور مهمة للناس بمختلف المجالات ومهضومة بتوصل للقلب وبتحاكي القلب. هي موضوع القلب واللي بيحاكي القلب والقشرة المهضومة أوقات عم ننسيها 99% من الوقت عم ننسيها. العالم اليوم حقيقة في شر كبير عم يجر الكون لعنده، ونحن مع الأسف قاعدين نتلهى بأشياء ونتقاتل من شانها، بالوقت لازم كلنا نفرجي بعضنا الجمال ونروح لعند الجمال، لأنه الله جمال هو بالنتيجة. صحيح. صحيح. نحن اليوم جمعية الناس للناس يلي على ما يبدو عندكم نشاطات عديدة. صحيح. بهالفترة من 2009 لليوم طبعا توزعت النشاطات على عدة أقسام من الاجتماعية والإنسانية. كيف فينا نلخص يعني من 2009 لليوم هالنشاطات اللي صارت؟ لأنه إذا بدنا نحكي عن هالسنة بالتحديد يخزي العين، يعني كتير موزعة نشاطاتكم. منلخص شوي حقيقة، منقول نحن الهدف الأساسي من النشاط هو خلق جو اجتماعي وتشجيع العالم أنه يعيشوا مع بعضهم، والتجمعات اللي عم يعملوها تكون دايما هادفة للخير والتلاقي والتواصل من مختلف الأديان والطوائف مثل ما بعدنا عم نحكي، من أجل بناء الإنسان. فهذا هو هدف الجمعيات بالأساس. فنحن هدفنا نساعد الناس، نقول لهم الأشياء الحلوة، نقول لهم تضامنوا مع بعضكم، حبوا بعضكم، احكوا بعضكم، التقوا مع بعضكم. وأكيد عنا مشكلة بلبنان هو الواقع الاجتماعي الصعب. هالشي بيفرض على كل جمعية حقيقة أنه تدخل دغري بالعمل الخيري. صح. يعني تساعد مريض، تساعد متألم، تساعد طفل ما يفوت على مدرسة، تساعد مهجر، تساعد نازح. لأنه مع الأسف لبنان مليان بهالحاجات. فهذه هي اللي بتلخص إذا بدك عمل الجمعية بمختلف الاتجاهات مع كل هالأشخاص هودي، أكان ثقافيا بمحاضرات بندوات، أكان بمساعدات اجتماعية، هلأ أكيد نحكي عنها شوي بالتفصيل. هذا هو الهدف. واسمع علي، الناس للناس. مين الناس يعني اللي موجودين بالجمعية؟ يعني أنتو صحيح نحن الجمعية مثل كل الجمعيات فيها هيئة إدارية تتألف من 7 أشخاص، فيها هيئة عامة تتألف من حوالي 30 شخص، وهي تضم أشخاص من كل الطوائف بلبنان حقيقة ومن كل لبنان. هدفنا أنه نلتقي، وهدفنا أنه كل مرة نلتقي نقدر نعمل خير صغير. هيدا هي الفكرة. شوي شوي وتطور شوي العمل حقيقة من خلال كمان جمعيات تانية بارتنر، قدرنا كمان نوصل كلمة، نوصل رسالة بشكل أوضح وأوسع. هلا عم بتقول المجتمع اللبناني في كتير مشاكل. صحيح. صحيح. عنا كتير مشاكل، لكن بالإضافة إلى هالشي عم ينضاف عنا مشاكل إضافية عم نضطر أكيد أنه نساعدها، لأنه هيدي حالات إنسانية. صح. خصوصا النازحين. حضرتكم عم بتساعدوا النازحين العراقيين، وعم بتساعدوا كمان يعني جزء من النازحين السوريين، بالإضافة إلى مساعدات للبنانيين. صحيح. اليوم شو عم بيكون في؟ احنا أول ما بلشنا حقيقة ما فكرنا شو بده يصير يعني بهالعالم، ولكن حبينا هيك نلتقي مع بعضنا من أجل المصلحة العامة، إن وين في مريض نقدر نزوره نعطيه بسمة، إذا قدرنا أمن له حبة دواء، وين في فقير قدرنا أمن له شيء غذائي إلى آخره. ولكن فجأة حقيقة اللي صار هو التهجير والنزوح اللي إجا من سوريا. صح. دجا الواقع اللبناني هو واقع صعب. فأمام هاي المأساة كمان ما قدرنا نكون مكتوفي الأيدي، والناس دقت على أبوابنا. فحاولنا نحن نعمل شيء بسيط، بلشنا حقيقة نعطينا $100 لحوالي 30-40 عائلة أول ما بلش النزوح. بعدين تطورنا شوي، صار في جمعية إيطالية حبت هي كمان من خلالنا تشتغل بهالبرنامج، فاشتغلنا خلال سنة كاملة ساعدنا بما يقارب 70,000 يورو لحوالي 103 عيال بشكل شهري دائم. هلا مع الأسف وقف المشروع، ولكن بوقته أكيد لبى حاجة مهمة، لبى الحاجة الأساسية. وفي تفكير كمان كيف نقدر نكفي هالمشاريع مع هالأشخاص هودي. كمان تفوجئنا بكمان النزوح العراقي مع الأسف اللي عم يصير شيء مذهل. مثل ما قلت لك بأول حلقة، الشر عم ياخد الكون منا، ما بيصير. نحن بدنا ناخد الكون للخير للجمال. فقد ما فينا لازم نعمل بهالموضوع.
كمان حاولنا نتعاون مع أشخاص عم يهتموا بالعراقيين، أكان الكنيستين يعني اللي عم يهتموا فيهم، السريانية والكلدانية، بتقديم بعض المواد الغذائية، وكذلك من خلال حفلة للأولاد على عيد الميلاد، من خلال بعض هدايا، لكن طبعا حط الصور. فهيدي حقيقة هالاشياء الصغيرة نحن بحصى حقيقة لنحاول نسند خابية، فأكيد عمل الجمعيات ما بكفي، ولكن نشكر الله منقول الفرح عم يوصل إلى أمكنة لازم يوصل عليها. هي الصعوبة بعدين بالاستمرارية، يعني مزبوط. هالأشخاص ساعدتهم يوم واثنين وثلاثة وعشرة، بس استمرارية بقائهم مع عيالهم وهيك، هذا المشروع الاستمرارية لا تقوم إلا بمنظومة الدولة الحامية. أكيد. وهون أنا برجع بقول دور الدولة مهم جدا. يعني إحنا عنا بلبنان نأسف إنه دولتنا وحكوماتنا كلها التي تعاقبت ما قدرت تبني وطن، ما قدرت تبني مجتمع. يعني وين ضمان الشيخوخة؟ وين معاش تقاعد للناس؟ وين الطبابة؟ وين التعليم؟ كلنا منضل ننتقد هالشي. أكيد هيدا له سبب إنه ما قدرنا نعمل الدولة الراعي. في دول بأوروبا قدرت توصل لهالمرحلة، نحن عنا أمل إنه نوصل. فنحن عملنا حقيقة مش بس انه نساعد هيك شوي، عملنا نضل نحكي نقول يا ناس ما بجوز نضل هيك بلبنان. يعني نحن بلبنان قادرين، ما يقولوا ما في مصاري بلبنان. نحن بس بتروح للاماكن الغلط يمكن. صحيح، ما عندنا عدالة. مطلوب من زعمائنا حقيقة هيك يعملوا شي خلوة، شي رياضة روحية بين بعضهم، بس يفكروا كيف يعملوا عدالة اجتماعية بين الناس. معقول موظف في الدولة يقبض 50-60 ألف دولار وانسان ما معه ياكل؟ يا عم عيش انت وعائلتك ولادك، عظيم والله يوفقك، بس ما بيصير. فكر في ناس مش قادره تفوت على مستشفى. فنحن هدفنا كجمعيه كمان وكل هالجمعيات نرفع هالصوت. بس في واقع بلبنان عايشين هو التجاذب السياسي الصعب اللي مش عم نخلينا نقدر نعمل دوله اجتماعيه لانه ملتهيين بهالتجاذبات مع الاسف. بدنا نخلص منها ان شاء الله. ان شاء الله قريبا خلينا نشوف نحن شو عم نشتغل على الارض مثل ما ذكرت. بما يختص بالشق الاجتماعي، اذا فينا نفوت بتفاصيل شوي الامور والنشاطات الاجتماعيه يلي عم تعملوا. نحن اول شيء في هذا الموضوع الاجتماعي عندنا اليوم متابعه المساعدات. يعني نحن نطلب من الناس حقيقه حفاظا على البيئه وحفاظا على الروح الاجتماعيه ما يزتوا ثياب، يبعثوا لنا هي ما يزتوا اكل. إذا أكلي مثلا في بعد شهر شهرين تخلص مدتها، خاصة المؤسسات الكبيرة ما يزتوا. يعني أول شيء منوفر على البيئة وعلى المطامر وعلى المشاكل البيئية. وثاني شيء في ناس حقيقة هن بحاجة لهذه القضايا. فإذا هذا مستوى مواد تنظيف، أكل، تياب، بصبابيط، شو ما كان، في عالم بعد بحاجة لهالأشياء هاي وقادرة تستعملها. على المستوى الثقافي هلا في عنا عم ننظم دورة للغة الإنجليزية. كنا عملنا هاي للسيدات فقط. هذا مش عنصرية، من باب تمكين المرأة، لأنه المرأة بالبيت هي بتهتم بولادها أكثر. أكيد. وفي كتير نسوان اليوم ما بيعرفوا لغة، بحاجة إنه يتعلموا، بيقدروا يساعدوا أولادهم أكثر بالتدريس. والتواصل اليوم فيسبوك وإنترنت كله يعني أغلبه بلبنان بالإنجليزي. صح. عملنا دورة بجون بالتعاون مع جمعية هيا بنا والسفارة الأمريكية والبلدية، كانت كتير ناجحة. هلا الدورة الثانية إن شاء الله بلشنا بالتحضير لها، رح تكون ببكاسين. يعني عم نحاول كمان بهالضياع ندخل شوية تنمية، شوية ثقافة، شوية معرفة. كم ضياع قادرين توصلوا بالمنطقة يعني عم تشتغلوا؟ هلا نحن قد ما فينا، قد ما البرنامج بيحمل بنقدر نوصل. هذا برجع بقول نحن عم نتعاون مع عدة جمعيات، عزم. مع هيا بينا والسفارة، وهن واصلين على عدة ضياع. نحن المنطقة اللي فينا نقدر نأمن مجموعة من السيدات، حوالي 20 امرأة. كمان إذا حدا عم يسمعنا بحب ضيعته يعمل هالشيء كمان، يعني ايه منفكر نحن وياه سوا بهالموضوع هيدا. في عنا مشروع حقيقة جديد، كنا حكينا على المشروع مع جمعية تشيزفي الإيطالية. هو اللي خلص. هلأ في مشروع جديد معهم اسمه كاش فور وورك، نحن سميناه بالعربي بعرق جبينك. يعني هي الفكرة انه انت اشتغل وقبض، لانه نحن عانينا شوي لما صرنا نساعد النازحين. اللبناني عم يقول يا عمي طب انا شو، انه ما تكونش تساعدوني، ما انا حالتي بالوايل اكثر. معهم حق، لانه عندنا جزء كبير من الشعب في معاناه. بس هاي المساعده ما عم تجي له هلا، عم تجي لغيره. فطرحنا الصوت على هالمؤسسات اللي بتساعد، قلنا له نحن خلينا نعمل شيء يحسس الانسان انه بقيمته كمان. فعم نشوف هالاشخاص اللي قادرين يشتغلوا وبيقدروا بمصلحه عامه، يعمروا حيط ببلديه، ينظفوا جنينه، ينظفوا طريق. ما هني كمان على كثرة الناس عم تكتر هالاشياء.
وهالجمعية هاي مثلا بتيجي تدفع له يوميته، فأنت عم تشتغل بكرامتك وعم تشتري كمان بالمصاري اللي عم تاخذهم من الدكان اللي حدك، يعني عم نعمل تواصل إيجابي. ما هي دائرة وقتها، دائرة اقتصادية، يعني بيقدر يشتغل بشغل اللي حواليه. وتواصل صحيح. إيجابي، ليش لأنا أضل عديك وتعديني؟ هيك أنا وياك بنشتغل لبناني وسوري وبنعيش، يعني بتشتري من عندي بشتري من عندك. أكيد نحن حقيقة الأمل الأكبر هذا كله هيك، يعني هيدي كلها أشياء آنية إذا صح. بدك. الأمل الأكبر كل واحد يرجع على بيته. طبعاً. نحن نصلي طبعاً. ونطلب من هالمؤسسات الدولية طبعاً. ومن المعنيين في العالم كل واحد يرجع على بيته على دولته على وطنه طبعاً. وخاصة يعملوا وطن لفلسطين، يعني هاي الأمور واضحة صارت. إن شاء الله هالعالم يوعى ويفكر بالخير. شوفي قديش في مصاري. ما بعرف الكرسي شو بتعمل بالعالم، شو بس بعرف كل واحد هيك ياخذ كرسي ما بقعد يفكر الا قديش بيوزع الا بهالكرسي قديش بيوزعوا مصاري ليشتروا سلاح. ما بتخلص مصاري السلاح، ما بيخلص سلاح. وقديش المصاري قليله بتصير لما هاي المؤسسات والامم المتحده بدها تساعد، وكلنا شفنا شو صار بهالعالم اللي عايش بالخيم. في لبنانيه عايشين بالخيم مثل النازحين، ما حدا عم يضوي عليهم. صح، لانه هلا الاعلام راح باتجاه معين، بس لبنانيه كمان. فهي الواقع عم نقوله، يعني في كثير مشاكل موجوده، يعني ما رح نتخبى في 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 حتى مؤسسات يعني عم بتبدل الموظفين، يعني عم نخلق مشكله من حالنا. عم نخلق مشكله من حالنا. ما بعتقد هيدي صارت بغير بلدان كثير كثير قليل، حتى تشيل انت موظفينك وتستعين بموظفين اجانب. يعني هذا فيها عطل من الطرفين. صح. اول شيء انا كمواطن لبناني ما بحق لي اعمل هيك، بس لانه انا كمان عايش بواقع اقتصادي صعب، ولانه مع الاسف عندي طمع احيانا وعندي انانيه كمان عم برتكب هاي الاخطاء. صح. بس هو كله مين بده يعالجهم؟ الدوله الراعيه. تجي الدوله بتقول يا شركه لبنانيه اوكي انت بحاجه يمكن لموظفين غير لبنانيين، واللبناني راح اشتغل برا وما زال يشتغل برا، بس طبعا انا بسمح لك 10% في نسبه معينه برا. مشكله اللبنانيه بيشتغلوا بحي الله شركه وكيف ما كانوا. هذا اللي عم نقوله. صح. تنظيم الامور مساله اساسيه في الحياه. طيب خلينا نكفي بالمشاريع، لانه بعد المشاريع كبيره عندكم، بالاضافه الى كل هالنشاطات في اللقاء الروحي اللي حابه انا كمان انه نحكي عنه، في لقاء روحي سنوي عم بيصير. نحن كجمعيه بنعمل لقاءات اذا بدك عاديه يعني للهيئه العامه. هلا بكره عندنا لقاء، بس عم تقصدي عن اللقاء الروحي اللي عم يصير مع المشايخ والاخواني، هذا اللي عم تفكري فيه؟ لا، هذا عمل ثاني انا كمان موجود فيه، ولكن هو عمل ثاني. نحن جمعيتنا تشجع كل هالانواع باللقاءات وبتشارك، ولكن اللقاء الروحي هو مجموعه من الخوارني والمشايخ، هذه بدها حلقه خاصه. بنرجع بنعمل لها حلقه خاصه. حلقه مطوله، يعني بنجي اذا بدك من كل طائفه شخص نقعد نحن وياكي هون بحلقه مطوله ساعه زمان، وبنحكي عن اهميه وضروره التلاقي بين الاديان، لانه الدين وجد لخدمه الانسان. صح. ونحن كجمعية هيدي هي شعارنا، الدين والسياسي وكل شيء لازم يكون لخدمة الإنسان. وأنا رح أقدم لك هالمجلة، هي مجلة النحلة، بتصدر عن مدرستنا بمدرسة دار المخلص، وبندعيكم لتزورونا. أكيد. رح أقدم لك هي كمان، أول شيء بتعرفي علينا دار المخلص. أكيد. وفيها بالأخير موضوع عن جمعية الناس للناس، وهالموضوع عنوانه كتير حلو، الخدمة عبادة جامعة. خدمة الناس. أبدا، خدمة الناس هيدا أهم أنواع العبادة. الخدمة عبادة جامعة. إذا بدك تعبد الله مظبوط، خدوم الناس. خدوم الناس، خدوم غيرك. ما في اثنين بيختلفوا على هذا الموضوع. طبعا. فهون نحن كجمعية بنقول للناس اللي قادرين يا عم يساعدوا، المش قادر دقوا لنا تليفون. هلا أنا بطلع من عندك من هون، يمكن بيجيني 50 تليفون عالم محتاجة، يمكن إن شاء الله يجي شي تليفون حدا بده يساعد. حقيقة لأنه نحن كمان بحاجة لنطور فينا هيدي الروح، الشعور مع الآخر. هيدي لازم عم ننسى. ما بعرف شو عم بيصير، بس أنه ما فاضيين لهالأمور. بس مثل ما نقول، بس ما نلاقي وقت أنه نقعد على فيسبوك وعلى واتساب وعلى هيك، بس ما بنفكر نساعد غيرنا. في مثل بيقول الله لا يخلينا. حقيقة في ناس كتير، هودي الناس هلأ منوجه لهم تحية كبيرة، هول اللي بيفكروا بغيرهم، يعني بيرفعوا التليفون، ابونا مثلا عندنا كذا تياب، عندنا 100 دولار اذا عندك حدا بده بحاجه لشيء. شو يعني الله لا يخلينا؟ الله لا يخلينا من الصالحين. اوكي. هيدا اللي عم اقوله، هي المثل بيقول الله لا يخلينا من الصالحين. الصالحين. يعني مجتمعنا كمان ما زال رغم كل شيء اكيد بستان من الخير. ولو ما يكون في خيرين
من زمان كنا تدهورنا أكثر بكثير من هيك. طبعا نحن ما زال مجتمعنا يقوم على هالروحانية والنفسية الحلوة الموجودة، واللي هاي الحلقات اللي انتم عم تعملوها يعطيكم العافية، مش بس لأجي أخبر أنا الجمعية أنا شو عملت، لا أنا بدي أقول كل هالجمعيات بدها تعمل والناس بدها تتعاون مع الخير. هي الهدف من هاي البرامج، نقول للناس شدوا الهمة اشتغلوا من شان الخير، ما هالدني مثل جبلين، جبل خير ومع الأسف جبل شر. إذا أنا عمرت بجبل هالخير رح يستفيدوا أكتر ناس، وإذا مع الأسف أنا فت بالشر كمان بدي أهلك الناس. لا أنا بدي بس ضوي آخر شيء قبل ما يخلص وقتنا على الشباب، خير يعني بيت هالوقت كيف بيخلص بيركض 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 الوقت حياتنا كلها بتركض وبتخلص. الشباب يلي موجودين يلي عم تقدروا أنكم تتواصلوا معهم، بيجوا على اللقاءات الروحية، بيجوا على هالتجمعات، كيف عم بيكونوا؟ كيف عم بيتواصلوا اليوم؟ صح بتحس اقل واقل واقل، مش رح يعني اقول بس لبنان، العالم كله. صح. جيل الشباب اليوم غير الجيل قبل، صار في اقل ايمان، صار في اقل اذا بدك تكريس للشعائر الدينيه والتواصل الا من سنه لسنه من الاعياد للاعياد. كيف عم تقدر؟ نحن بمجتمعنا عندنا مشكله حقيقه، المشكله اللي انا بشوفها هي التعصب بدل من الانفتاح. نحن حربنا لازم تكون من أجل الانفتاح ضد التعصب. وين بتلاقي في شغلة فيها تعصب إذا بدك طائفي أو حزبي، وأحزابنا أصلا كلها طائفية لنشعر على بعضنا، بتلاقي كل الناس راحت لهونيك. فإذا نحن التعصب بعده عامل جذب، لأنه لم نؤمن بعد بقيام الدولة لكل المواطنين. هاي من أهم المشاكل. حتى نقدر نشيل هالتعصب بنعمل دولة لكل المواطنين بالتساوي والعدالة. نحن كجمعيات نسعى إلى هذا الإطار. مثل ما عم تقولي معك حق، العمل التطوعي قليل، يعني العالم اليوم بسبب هموم كتيرة العمل التطوعي عم يصير يمكن آخر هم عندها بالأخير إذا قدرت بعمل، إذا عندي وقت. فلا بقى نحط ببرنامج عملنا، هيدا بدي أقول شغلة الدين بيعلمنا هيك، حط ببرنامج عملي وين وضع الشباب من من مزبوط. من الإيمان، من القيم. أنا ما بدي الشباب إجي حكمهم دينيا، بدي حكمهم إيمانيا. أن نؤمن بالله يعني أن نحب الإنسان إن شاء الله. يعني فهيدي مسألة كتير مهمة. يمكن خلص الوقت، شو بنا يعني، أنا بالأخير بدي أقول لك كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير، وقدم لك كمان هالرزنامة هيدي بتخص هدايا كتار اليوم. المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان، هيدا المجلس هو لكل الجمعيات والمؤسسات الرعائية، عجزة، معوقين، أطفال عندهم عقود مع وزارة الشؤون. كمان إذا حدا عنده شي مشكلة بهالموضوع بيقدر رجعنا، بنقدر نوجهه على إحدى هالجمعيات أو المؤسسات. وبدي أختم قال لك يعطيكم ألف عافية ست غادة وكل الصبايا والشباب على نهار الحلو، إن شاء الله تكون أيامنا حلوة مثل هالشمس مطلع على التالي. إن شاء الله اليوم هيك حاسين إنه اليوم الطقس حلو والسما حلوة. ميرسي لك أبونا، رح ناخذ بريك ونرجع عندك. شكراً.